بس خوفتيني معك انت. كليه كليه طعمتيني. بس ليش عرفتي هيك؟ لا يفضل لا. يعطيك العافية. تعرفيني عن حالي؟ اسمي راميا. راميا. راميا شو كنتي بالجيم شكلك انت؟ خلصتي؟ خلصت تمرين. برافو. طيب ما زالوا هيك نحن شو رأيك بدنا نحليكي؟ شو رأيك بالموضوع؟ فورا. طيب بس أول شيء بدك تغمضي عيونك. تمام. مشان تعرفي انت من خلال حواسك شو ذوقناكي. رح يكون في كذا طعمة انت بدك تقولي لي اياهم. تمام جاهزة؟ حطيهم عيوني. ما بدها شيء. يلا اوكي تمام تمام. ما تشوفيها ما تغشي. خلص هلا بنرجع بنجددها. يلا اول شيء راح نشوف شو معنا. جاهزه؟ ريدي. شو احساسك اول شيء؟ حاول اتخيل النكهه بس انا بفضل تكون شيء حلو يعني. طيب يلا رايحه حلو. يلا طيب اوكي جاهزه. يلا فتحت امي. ايه كليه كليه. تمام. شو؟ لا ليش؟ لا. طب شو هي النكهه؟ يلا. طيب في محاره ما قدرتي ابدا؟ لا ليش؟ انه خردل على مارشميلو على. برافو صح. طيب صح مثل ما قلتي صح. ما حبيت الطعم. خدعتيني. لك والله ما خدعتك بس انت لازم يعني شوفي شو النكهه مشان تقولي لنا. لحظه بس نجيب المحاره. لك مارشميلو على خردل. تمام هاتي اياه حطيها بالمحرمه. ما عاد ركزت الصبيه. اوكي ما عاد ركزت الصبيه. طيب هي صح هي مارشميلو مع خردل صح. بس ليش عرفتي هيك يعني؟ طيب المارشميلو جربتها انا قبل الحلقه طلعت طيبه. اكلتيها؟ ايه عن جد؟ والله طلعت طيبه. اكلتيها مارشميلو مع خردل؟ والله طيبه. طيب مع هيك انت فزتي يعني انت عرفتي شو ايش اللي تمام وما انتزعت المسكرة. شوي شوي حبيت. خلص طولي بالك. هلا بدنا نشربك مي. بدنا نشربك مي مشان تروقي. بدنا مي يا شباب. تفضلي. شكرا. بس هي المي نحن عنا غير. لا يفضل لا. لا دوقيها شوفي شو الطعمة. دوقيها. طيب انت دوقيها. خلص ما تخافي انت. ليش هيك؟ كوني هيك جريئة. شو الطعمة؟ نحن بدنا نكتشف حواسك. انت ما عم يعجبك شيء. كمان محارم؟ محارم بدنا نقضي الحلقة. مي مع ملح؟ صح. طب انت عم تقرفي بس شو عم تربحي معنا؟ يعني حواسك تمام. عم تعرفي شو الطعمة؟ جائزة. جائزة. هلا في جائزة. هلا نحن خلصنا مرحلتين تمام؟ هلا انت قلتي لنا مي وملح صح ومارشميلو مع خردل. ممتازة حواسك لحد هلا ممتازة بس بدنا نروق اكثر يعني بدك هيك تكوني يعني جاهزة للصناديق الموجودة معنا. تمام؟ هلا هدول رواق ما فيهم شيء. تمام بدنا نشوف الصناديق بس لنشيل هالقصص لو سمحت. هل لسه في نكهات؟ لا خلصنا خلصنا. لما نشوف الصندوق قربي لهون لعند الصناديق. شو بك انت مستغربة؟ عم بحاول. لا عم بفكر شو ممكن يطلع لي من الصندوق. ما حيطلع لك الا لا كله شيء حلو كمان. نرجع نحطها ممكن عشان ما تغشي. حاسه بدها تضربني انا بعد شوي. طيب شو رح يطلع لي هلا؟ هلا بده يطلع لي كثير قصص حلوه. يلا جاهزه؟ تمام تمام. بنبلش باول صندوق. اوكي تعي هون اول صندوق. هذا اللي هون. اوكي لا مو هذا اول واحد. ايه بنشيل الغطاء عنه. هون حطي ايدك هون ايوه هون في ايه فوتي ايدك واكتشفي لي. تكي ممكن يطلع حشرات او لا شي. لا ما في حشرات. لا انت شوفي هلا جربي. هلا لا بليز لك يا مو. عندي فوبيا من الحشرات. لا ما في حشرات صدقا يعني. في شيء ليفه؟ ليفه شو هاد يا الله من اول ما حطت ايدها عرفت دغري ما شاء الله عليكي. تمام طيب بدنا نشوف الصندوق الثاني. جاهزه؟ اوكي. يلا نشيل الغطاء. هلا طلع حواسي هيك أنا. تمام يعني كثير توب. يلا حطي ايدك بالصندوق الثاني.
كات لا بتشبه بتشبه شي هيك يعني كثير كيوت وحلو مهضوم كيوت ماوس لا مو ماوس لا قربت لا صح ارنب صح ارنب برافو الله شو هذا بس خوفتيني معك انت مو طبيعيه شيليها شفتي شو هين الموضوع بس خلصنا انا خفت معك عشت الادوار معك طيب اوكي هيك بنكون خلصنا خلص تمام شو كيف التجربه حبيتيها حبيت ايه مهضومه كثير ايه طيب شو حذري شو لون الارنب لا انت شفت حواسك دائما الارنب ابيض نحن حذري شو جايبينه لونه شوفي اذا بتحبي شوفي شو كيوت يعني شوفي من قدام اذا بدك شفتي شو حلو؟ كثير حلو، طيب لحد هلا بتكوني انت ربحانه معنا جائزه مقدمه من يلا تي في وبدنا الجائزه تفضلي الف مبروك وشكرا كثير لك وكنتي هيك خايفه شوي من الاكلات نحن حبينا نحليكي مو اكثر كانت غير شكل دخيل قلبك اهلا وسهلا فيكي شكرا هلا